فإذا هذا الدرس وهذه الآيات الملهمة من سورة البقرة من الجزء الثاني هي يعني خمس آيات أو أربع آيات تعلمنا عن الولاء، وتعلمنا عن المحبة، وتعلمنا عن الاستقلال في الفكر، والاستقلال في اتخاذ القرار، والاستقلال في اتخاذ قرارات مهمة جدا، لأن مصائرنا مرتبطة فقط بأعمالنا، ولا نريد أن نربط مصائرنا بمصائر غيرنا. يعني حتى نحن عندنا في العمانيين يقول لك أنت تراك كل واحد يدفن وحده، ما حد بيدفن معك أعمالك فيك معك. ها؟ فبالتالي إذا أخيرا كذلك هناك استراتيجية يعمل بها الشيطان من أجل جرنا للمعاصي شيئا فشيئا. يمكننا أن نستخدم هذه الاستراتيجية في بناء ماذا؟ في بناء عادات جميلة جيدة، نبني بها عادات أو أعمال عظيمة جدا. إخواني وأخواتي، عندما نستلهم حياتنا من القرآن نعود أقوياء. دعوني أخبركم شيئا، عندما يعادي العالم كله المسلمين، عندما يعادوننا هم في الحقيقة لا يعادوننا نحن كبشر، وإنما يعادون هذا الكتاب. لماذا؟ لأن هذا الكتاب هو رمز القوة وهو مصدر القوة، والعالم كله في تدافع من أجل القوة، كل يريد أن يكون الأقوى. إذا تمسك المسلم بالقرآن فأصبح القرآن في قلبه، أصبح العالم عدوا له، العالم غير المؤمن عدوا له. أما المؤمن أو المسلم الذي يتخلى عن نور الله ويتخلى عن هذا الكتاب، لن تجد من يعاديه من غير المسلمين، وإنما يحبونه حبا جما. لماذا؟ لأنه أصبح ضعيفا، ليس أهلا أن يعادى. ولكن الذي يمسك بهذا القرآن ويكون في قلبه، هذا قوي، هذا يجب أن يعادى، هذا يجب أن تسحب منه قوته.